أعزائي المشاهدين عبر قناة نورسات من عمان إلى لبنان إلى كل مكان بالعالم، نصحبكم في هذا الصباح بحلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، والتي تغيبت اليوم بسبب ظروف العمل على أن تكون معكم الأسبوع القادم بعون الله. حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور بعنوان الشك واليقين في الإيمان القويم، وضيف الحلقة معنا هنا في الاستديو قدس الأب جهاد عماوي كاهر رعيتي الهاشمي وماركا في عمان، والمدير العام لمدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بعمان. صباحك نور أبونا الحبيب. صباح الورد أبونا أبتي حبيبي. الله يخليك، المسيح قام، كل سنة وانت سالم. وانتو سالمين يا أبونا. يعني جميل جدا هذه الأيام، الأعياد تعانقت، أعياد الفصح مع أعياد الفطر، مع كل العائلات الكنسية المسيحية احتفلت كالمعتاد مع بعضها البعض وليس على تقويمين مختلفين. أعزائي المشاهدين، اليوم أبونا جهاد رح يكون معنا بهذه الحلقة اللي رح نحكي فيها أكثر إشي عن تلاميذ يسوع المسيح، وبالذات عن القديسين بولس وبطرس وتوما. لما بنحكي عن موضوع الشك، الناس دائما يخطر على بالهم هذا التلميذ الذي آمن بيسوع المسيح إيمانا مبني على الوقائع الحسية، ومن هنا أخبرنا يسوع قلنا لكل واحد فينا طوبة لمن آمن ولم يرى. لذلك أبونا بنحب نبلش الحلقة هيك بصلاة خفيفة هيك لطيفة زي ما بيحكوا. تحب تصلي أنت ولا أنا أبلش؟ تفضل أبونا. تمام يا حبيبي. بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أيها الناهض من بين الأموات، أيها الرب يسوع المسيح المنتصر على أركون الظلام، اصطحبنا يا رب في هذا الصباح واعطنا الحكمة. نصلي لأجل أبونا الحبيب المرافقنا في هذه الحلقة كي نخرج من حكمة لدينا لتكون بين يديك أيها الرب يسوع المسيح. أيها الآب السماوي احفظنا يا رب، واحفظ رعيتك يا رب في كل مكان، ابعد كل وباء وابعد كل مرض، وامنح الجميع الصحة والعافية والسلام والوئام كي يبقوا مسبحين ومقدسين اسمك الحي في كل مكان من الآن وإلى الأبد أمين. تفضل أبونا، شو بتحب تطلعنا؟ يعني إحنا حلقتنا بالعادة، يعني بعرف أني فاجأت حضرتك في وقت قصير لظهور الحلقة، ولكن هيك عادتنا بالحلقة، إحنا بنحب تكون عفوية أكثر ما هي بتكون يعني سؤال وجواب وورقة وقلم، لا بأريحيتنا إحنا، وبنحكي باللهجة المحكية يعني كمان بتكون قريب للناس أكثر. فشو حاب تخبرنا أبونا اليوم؟ أولا أكيد بتمم الصلاة اللي أرفقتها أبونا بصلاتنا التقصير الجميلة، المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. بادئ ذي بدأ بحب أرفع آيات التهنئة والتبريك لمقام صاحب الجلالة الهاشمية وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأمين، وشعب الأردن وجيشه بأحر التهاني بعيد الفطر السعيد، وكل عام والأردن والجميع بألف خير. أبتي، تشهد الكنيسة في مطلع القرن الحادي والعشرين ظاهرتين متناقضتين، فمن جهة وعند فئة كثيرة من الناس ظاهرة الابتعاد عن الإيمان والممارسات التي تشير إلى بعد حقيقي عن الكنيسة وإلى الإلحاد، ومن ناحية أخرى وجهة أخرى وعند فئة أيضا ليست بقليلة وفئة من الشعب أيضا هنالك ظاهرة العودة إلى الممارسات الدينية وإلى الإيمان و الدين الصحيح. هذا الأمر ارتكز الإنسان إلى العلم، حيث أراد أن يجد في العلم حلا لمشكلاته، ونلاحظ في الدول المتقدمة ذات الرفاهية وذات البذخ أن الإنسان وقع في الفراغ والتغرب من حياة كيانه،
وكذلك أيضا عاش الإنسان سعيا لنزع نير العبودية وطلبا للحرية بإقامة الثورات، إلا أنه أيضا وجد في هذا الحل الاجتماعي مع تغير الأنظمة والحكومات والرئاسات أنه ما زال يعاني في فراغ وضياع روحي في كيانه الداخلي. وبما أننا اليوم نتحدث عن الشك واليقين في الإيمان القويم، فأولا نبتدئ بكما قال بولس الرسول: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وهذا جاء في رسالته إلى العبرانيين. وقضية الشك هي قضية مشروعة للعقل الإنساني لطالما يبحث عن معرفة للحقيقة وبلوغ الهدف الأسمى، لكي يقف أمام مبدأ حياتي يساعده على عيش التكامل مع الكمال الروحي. الإنسان أبتي في هذا الصدد وجد أيضا بأن الشك المبني على العقل لن يكون لديه برهان مؤكد يثبت أنه على يقين تام، ولا أيضا الملحد وجد بأي برهان يستطيع فيه أن ينفي حقيقة الإيمان. إذن نحن أمام إمكانيتين، ويبقى هنالك موضوع هو موقف الإنسان اتجاه الحياة بكليتها، أن يأخذ مبدأ يحدد فيه مساره. وشتان ما بين الإلحاد والإيمان، فالإيمان يأخذ الإنسان من الناحية الإيجابية التي تبنيه لتضع له معنى وبعد وقيمة لحياته يكتمل في الله، وبينما الملحد الذي يتجه إلى السلبية وإلى اليأس بعيدا كل البعد عن اكتشاف معنى وبعد وقيمة الحياة كما يجدها المؤمن. وهنا عندما نتحدث اليوم أريد أن أستعرض بتاريخية معينة قبل أن أقول هل التلاميذ وجدوا حقيقة القبر الفارغ، وهل وجدوا بأقوال النسوة اللواتي رأينا وعاينا المسيح القائم، وكما قال الرسل إنه هذيان من أولئك النسوة، هل حقيقة أن المسيح قد رأوه التلاميذ؟ لنبتدأ وكأننا بقضية عكسية من النهاية إلى البداية. أولا عندنا قبل ما خصوصا ونحن نتحدث اليوم لطالما عن الشك، لا أريد أن أتجه نحو الإلحاد، وإنما أريد أن أتحدث عن الشك الذي يتساءل عنه المسيحي حول حقيقة قيامة السيد المسيح. يعني بس أبونا عفوا على المقاطعة، بس بداية إحنا نقول الشك يعني بمعنى باللغة الدارجة يعني عدم التصديق في شيء ما. صحيح. في يعني في معلومات ناس حكالنا إياها عن مثلا عن مطران معين، عن كاهن معين، عن في شخص حدث حكونا عنه معلومات. لما بشك يعني أنا نوضح كلمة شك شو معناها بالعربي. نعم. يعني هو عدم التصديق، صح؟ نعم، عدم التصديق، صحيح. نعم. إذن سوف ألجأ إلى المراجع غير المسيحية، ومن ثم آتي بالتسلسل إلى المراجع المسيحية لأثبت قضية القيامة الحقيقية، وهذه مسألة يقينية. يعني يقيني. هذا هو اليقين. نعم. نتحدث عن التاريخ وأن المسيح ظهر في التاريخ، هذا أمر حقيقة، مش بس لاهوت وفلسفي. إحنا لا 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 ليس. نعم. فقط ادعاء الديانة المسيحية بحقيقة قيامة المسيح، وإنما أريد أن أرتكز إلى عدة مصادر أخرى. أول مصدر وهو من المراجع التاريخية أن مؤرخ روماني وثني اسمه تاكيتوس ولد في 55، وفي 116 يضع كتاب تاريخه. في هذا الكتاب نجد أنه يعرض لنا قضية اضطهاد نيرون سنة 64 إلى الجماعة المسيحية في روما، ويتحدث فيه بكل وضوح عن انتشار المسيحية لدرجة أن الإمبراطور
كان كل من ينادي باسم المسيح يتعرض إلى الاضطهاد والتعذيب. نعم. وثانيا نلجأ إلى بلينيوس الأصغر، وهو من العام 61 إلى العام 115، بيرسل رسالة إلى تريجانوس الإمبراطور في 111، طبعا رسالته رقمها 97. في هاي الرسالة بيخبر أنه عن الجماعة المسيحية أنه هياكل الوثنيين، وخصوصا أنه كان والي روماني على آسيا الصغرى، المقصود بآسيا الصغرى هي تركيا اليوم. نعم. يخبر فيها تريجانوس الإمبراطور بأن هياكلهم قد فرغت، وأن هنالك ألقى القبض على بعض العابدات المسيحيات اللواتي يسمين بالشماسات، وأن المعابد قد أفرغت من هذه الجماعة، وأنهم يجتمعون في يوم محدد عند فجره هذا اليوم وينشدون للمسيح أناشيدا روحية على أنه إله. هذا من الناحية أردت أن أبين المصادر الرومانية. نعم. طبعا تاكيتوس بالحوليات، هذا المرجع هو الحوليات من 3 إلى 15 44، بلينيوس في رسالته 97. أما من هو من الجماعة اليهودية فعندنا شخصية مؤلف تاريخي يدعى يوسيفوس المشهور ومعروف. نعم. هذا معروف. هذا في التاريخ كتب يوسيفوس يهودي هو. طبعا نعم. يهودي من العام 37 إلى ما شاء الله حافظ كل التواريخ بدقة كاملة عن غيبا، يعني ما شاء الله عليك. إلى 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 بداية القرن الثاني بيكتب يوسيفوس أن هنالك إنسان إن جاز أن يسمى إنسانا كان حكيم، ويصف فيه أن رؤساءهم ومن الفريسيين والكتبة والجماعة قد دفعوه إلى بيلاطس لكي يحكم عليه بالموت، ويقول بأن أتباعه الذين أحبوه ظهر لهم في اليوم الثالث كما جاءت النبوءات من العهد القديم. أنتقل من نعم. بعد يوسيفوس إلى شخصية يهودية أيضا لا نعم. الكل يعرفها، وهو شاول الطرسوسي، الذي ندرك تماما بأنه قد حارب المسيحية وكان شاهدا على موت استيفانوس حين رجمه في استيفانوس. نعم. أول شمامسة الشهداء. نعم. السبعة شمامسة الذين يذكرهم أعمال الرسل. نعم. بولس الرسول أو شاول في طريقه كما يرد لنا في أعمال الرسل الفصل السادس يخبرنا بأنه ذاهب إلى دمشق لكي يلقي القبض بعد أن تمم مساعيه بالكتب الرسمية من قبل الرؤساء الدينيين حول إلقاء القبض وتعذيب الجماعة المسيحية في القدس، ومن ثم يذهب إلى دمشق، وهناك في طريق دمشق يرى المسيح ظاهرا ويسأله عن الرب، يسقط عن حصانه ويصاب بالعمى، ويذهب إلى دمشق، وكما يخبرنا أعمال الرسل إلى حنانيا الذي باركه وصلى عليه وعاد بصيرا بعد هذه الحادثة. أضع أسئلة، لماذا بولس شاول الطرسوسي ذلك الذي كان يضطهد الجماعة المسيحية يصبح مبشرا للمسيح؟ نعم. هذا السؤال الذي يجب العاقل يجد جوابا عليه بسهولة. نعم. لطالما أنه وجد المسيح في الطريق، وهذه الرؤية جعلت هنالك من حياته تحولا، كانت قد أظلمت حياته وعاد إليه البصيرة
وهي الإيمان بحقيقة ما جاء في الكتب السماوية. ونحن نعلم أن بولس قد تعلم على يد المعلم اليهودي جمنائيل، وهو ذا صاحب شهرة ومعرفة ومعلم كبير عند الطائفة عند الجماعات الدينية. بولس الرسول لماذا اختار الرب كخبرة حياتية وإيمانية وتبع يسوع يبشر في أنطاكيا، يبشر في مناطق بلاد الشام، إلى آسيا الصغرى تركيا، إلى أراضي القسطنطينية، وينهي حياته في روما بالعام تقريبا ما بين 62 ل 64 65 هذه التواريخ، إبان الاضطهاد نيرون، ينهي حياته خارج أسوار روما كما معروف اليوم. هنالك بازيليك قائم في روما باسم القديس بولس الرسول. نعم. إذن هذه الجماعات التي عرضتها من جماعة رومانية وثنية، من أشخاص يهود في الأصل، إلى أن أنتقل اليوم إلى التلاميذ. عندما ذكرت تاكيتوس قلت أن المسيحية كانت منتشرة في روما، والحقيقة أن من أنكر يسوع ألا وهو بطرس الرسول هو ذاته بشر في أنطاكيا لمدة 7 سنوات وقضى 25 سنة في روما يبشر في كنائس روما والجماعة اليهودية أم العالم الوثني الذي هنالك كان قد أسس جماعة حقيقية ويتم اضطهاده وفي النهاية ينال الشهادة بصليبه المعكوس تكريما للمسيح لم يقبل أن يموت. نعم أبونا، قبل ما نكمل الموضوع مشان كمان نريحك شوي تكون براحتك، تعبناك شوي. لا أبونا الله يخليك. الله. شباب تجهزون الاتصال مع أبونا فرح حجازير. نعم تفضل. إذن إحنا هنا أمام قضية بطرس الذي تحدث عنها تاكيتوس، قلت أنه كتب عن أن نيرون اضطهد المسيحيين في العام 64. كيف يضطهد جماعة غير موجودة؟ في الحقيقة إذن بطرس قد بشر وعلم. وهنا ننتقل إلى السؤال، لماذا بطرس ذهب إلى روما ليبشر؟ لماذا بولس ذهب إلى روما يبشر؟ هذه الحقائق التاريخية والإيمانية أيضا. نريد أن نقف أن القديس بطرس هو كما نعلم ونقرأ في الكتب المقدسة والأناجيل أنه أنكر المسيح، وقد تنبأ يسوع وقال له أنك سوف تنكرني قبل بطرس أن يصيح الديك 3 مرات. نعم. لماذا بطرس يذهب إلى روما وأنطاكيا قبلها يبشر في المسيح؟ ألم يكن قد شاهد المسيح، رأى المسيح، عاين المسيح؟ نعم 100% طبعا أبونا، هذه حقائق إيمانية ثابتة في حياة الإنسان المؤمن المسيحي. أبونا فرح حجازين صباحك نور. يا صباح الأنوار الحلوين والغاليين. الله يخلي، المسيح قام حقا قام، كل سنة وانت سالم، ومع انطلاقة الشهر المريمي أيضا العذراء تحميك يا أبونا. تحية لك أبونا جورج، تحية لأبونا جهاد عمباري حبيب القلب. شكرا. ما بنسى الأخت بسمة سمعان على جهودها وإن كانت غادثة، يا حاضرة في قلوبنا وفي صلاتنا. أكيد. وتحية لجميع المشاهدين لقناة نور في برنامجكم، صباحكم خير نور. الله يخليك يا أبونا، تسلم. تفضل أبونا، كنا إصغاء. إن شاء الله. على كل حال بدنا نحاول من خلال ظهور يسوع لتوما نتحدث عن دروس الإيمان اللي يسوع أراد أن يوصلها لنا من خلال شخصية توما. لم يؤمن توما الرسول إلا بعد أن رأى آثار الجروح في يدي المسيح وجلده، فلم يصدق زملائه الذين أكدوا له أنهم رأوا المسيح وقد أراهم يديه وجنبه وآثار الجروح عليها. فلم يشأ السيد المسيح أن يترك توما في شكه، فظهر للتلاميذ ثانية وتوما معهم، فأبصر توما وآمن قائلا ربي وإلهي. فجاء جواب يسوع على اعتراف توما به، طوبى لمن لم يروني وآمنوا. أراد يسوع بهذا الظهور لتوما أن يعلمنا 3 أمور: أولا موضوع الإيمان، ثانيا شروط الإيمان،
ثالثا ثمار الألم الإيمان. أولا موضوع الإيمان، ظهر السيد المسيح عشية قيامة لتلاميذه وكانوا مجتمعين في القدس وقد أوسطوا الأبواب خوفا من اليهود، وفجأة يقف يسوع في وسطهم ويحييهم بقوله السلام عليكم، ويقلدهم سلطان الحل والرب بقوله من غفرتم له خطايا تغفر له ومن أمسكتم عليه الغفران يمسك عليه. وقد عرفه التلاميذ حق المعرفة وقد أراهم يديه وجنبه وأثار الجراح ما تزال بادية، واعترف به ابن الله الذي تجسد وعاش بين الناس إنسانا كباقي الناس ما عدا الخطيئة، وتألم ومات وقدر وهو الآن حي. هذا هو المسيح، موضوع إيماننا. لكن للأسف يعتقد المسيحي أن المسيحية هي كتاب أو طقوس أو صلوات أو عبادات يتعاطى بها المسيحي من أجل الحصول على النعم أو استرضاء لله أو خوفا من جهنم أو راحة للضمير دون الرجوع إلى شخص المسيح. فلا عجب أن يمل الإنسان أحيانا من هذه العبادات ويستثقلها ويتهرب من ساديتها، لأنه يجهل أن المسيحية هي المسيح، وأن المسيحية هي علاقة المسيحي مع مسيحه، يتعرف عليه، يحبه، يعمل بوصاياه وينال الخلاص. ومتى عرف المسيحي هذا المسيح معرفة حقيقية أحبه حبا حقيقيا، ومتى أحبه حبا حقيقيا يبشر به أهله وأقاربه ومعارفهم، لأن الفم يتكلم من فيض القلب. فمتى كان قلبنا يفيض سعادة بالمسيح القائم من بين الأموات نادى به كياننا على الملأ، عندها لن نحتاج لمن يذكرنا بواجباتنا الدينية وبصلواتنا وعباداتنا، لأن حب المسيح فينا سيدفعنا إلى أن نبحث عن المسيح ونلتقي بالمسيح ونصلي للمسيح ونعمل بتعاليم المسيح. فأختصر وأقول أيها الإخوة إن موضوع إيماننا بالدرجة الأولى هو الشخص يسوع المحبوب الإله والإنسان معا، فمن آمن به وأحبه وعمل بوصاياه فله الخلاص، فله الحياة الأبدية. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية من حديثنا، شروط الإيمان. آمنت يا توما لأنك رأيت، طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. بذلك يعلمنا السيد المسيح أن أساس وركيزة الإيمان بعد قيامته وصعوده إلى السماء ليست في البصر بل في البصيرة، ولا في اللمس بل في تصديق من شاهدوا وعاينوا وأدوا شهادة الدم. توما ليس وحده من شك بقيامة السيد المسيح، بل يتحدث كل من القديس متى ومرقس ولوقا عن شك التلاميذ وعدم تصديقهم ما أخبر عن قيامة يسوع. نقرأ في إنجيل مرقس: فلما سمعوا أنه حي وأن مريم المجدلية شهادته لم يصدقوا، وترى بعد ذلك الاثنين منهم على طريق الماوس، فرجع وأخبر الآخرين فلم يصدقوهما أيضا، وترى آخر الأمر لأحد عشر أنفسهم وهم على الطعام فوبخهم بعد بعدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لا يصدق الذين شاهدوا بعدما قام. غير أن يوحنا وحده انفرد برواية ما جرى بين يسوع القائم من الموت وتوما عندما رفض أن يصدق التلاميذ أنهم رأوا يسوع، إذ وضع توما شرطا بأنه لن يؤمن ما لم يضع يده في موضع الجراح في يديه وجنبه. وبعد 8 أيام ظهر يسوع ثانية للتلاميذ وقال لتوما بلهجة اللائم: توما هات إصبعك إلى هنا، فانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن منكرا بالمؤمنا. رأى توما فآمن، إذ ليس الإيمان في رؤية الآيات والعجائب بل في تصديق كلام المسيح القائل: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء والأرض، أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، أنا هو الطريق والحق والحياة، انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبنيه. لقد عاتب يسوع مستمعين عندما شفى ابن قاد 100: ألا تؤمنون إن لم تروا الآيات والعجائب؟ ومع ذلك لقد رأى اليهود الكثير من العجائب لكنهم لم يؤمنوا.
فبعد قيامته لعازر ازدادوا إصرارا على قتل يسوع. عند طرد الشياطين قالوا إنه باسم رئيس الشياطين يطرد الشياطين. عندما عرفوا بقيامة يسوع من الحرس أثبتوا صوت الحق برشوة دفعوها إلى الحرس. إذن والشرط للإيمان بيسوع ليس العجائب وإن كانت تقوي إيمان الضعفاء كما يقول القديس يوحنا بيانيه. لسنا نؤمن لأجل العجائب التي نراها تحدث أمامنا وإن كانت تقوي إيمان الضعفاء، ولكننا نؤمن بناء على أقوال السيد المسيح ومواعيده. ثالثا وأخيرا ثمار الإيمان. هذه هي ثمار الإيمان: السلام والفرح. السلام أولى كلمة، أول كلمة قالها يسوع بعد قيامته عندما ظهر لتلاميذه قال لهم السلام عليكم. الثمرة الثانية لقيامة المسيح هي الفرح، فرح الانتصار على الخطيئة، فرح الضمير الصافي، فرح من يؤمن إيمانا راسخا بالمسيح، فرح من يأمل أن يسمع المسيح يقول له طوبى لك يا من آمنت ولم ترى. وكل عام وانت بخير. تسلم يا أبونا، كل عام وانت بخير، ودائما تتحفنا بهذا الكلام الجميل يا أبونا، يعطيك ألف عافية. الله يسعدك ويعطيك العافية. الله يخليك، شكرا أبونا. نعم، يعني ما تحدث فيه أبونا فرح يعني جميل جدا، وهذا الثقة بالإيمان المسيحي الراسخ. أبونا قبل ما نرجع نتابع الموضوع كمان، الشباب تحضرونا اتصال مع أبونا نادر صوق، بلاش نعلم الصبر كثير وينطر علينا وقته. تفضل أبونا. إذن أبتي انتقلنا أنه بطرس الرسول الذي ذهب إلى روما يبشر انطلاقا من رؤية المسيح القائم من بين الأموات. نعم. في وقت أنكر وعاد تائبا، طلب من السيد المسيح بدموع التوبة أن يقبله. وطبعا المسيح هو الذي يبحث عن الإنسان دائما، الإنسان ولكي يرده إلى الطريق الصحيح ويمنحه الخلاص الأبدي. تمام. اليوم أيضا بما أن نتحدث عن الرسل ورؤية المسيح القائم من بين الأموات لكي يتيقنوا، أكيد يجب أن نقف عند توما. توما أول ذكر له في إنجيل متى بالفصل 10 آية 3 عندما يتم سرد أسماء الرسل، ودون أن نعرف كيف تمت دعوته من قبل السيد المسيح. نعم. توما الرسول يرد في أيضا في يوحنا في ثلاثة مواقع، عندنا إنجيل يوحنا فصل 11 الآية 16 عندما قال ليسوع لنذهب. نعم. نذهب معك ونموت. عندما نعم. أراد السيد المسيح أن يذهب لشفاء بدأ شفاء ألعازر، ومن ثم قال لهم صراحة أن ألعازر صديقنا قد مات، فتحمس توما لحبه ليسوع. نعم. وشجاعة منه أن يذهب أيضا على الرغم من أنه كان اليهود يريدون رجم المسيح وقتله، إلا أنه أصر. نعم. أن يذهب مع يسوع. نعم صحيح. أعزائي المشاهدين معنا اتصال الأرشمندريت نادر صاوق. صباحك نور أبونا. صباحكم نور أبونا. تحية لك أبونا الحبيب أبونا جورج شرايحة. خلينا إياك يا رب. وتحية لأبونا زهاد عناري. شكرا يا أبونا. ضيفك في البرنامج وأبونا فرح الجزين. نعم. وأيضا تحية إلى الدكتورة باسمة صنعان وجميع العاملين في هذه في نور سات وتيلي لوميير وجميع اللي بيستمعوا إلينا في هذا الصباح، بنقول لهم المسيح. أنت محسوب علينا يا أبونا، أنت من المؤسسين يعني مع نور سات مرافقتك منذ البداية. الله يطول عمرك أبونا ويحفظك. المسيح قام. حقا قام يا أبونا. شو بدك تخبرنا أبونا، توجه لنا هيك في هذه المناسبة، وعنوان حلقتنا اليوم الشك واليقين في الإيمان القويم. أبونا مثل ما تفضلتوا، شك توما الرسول كان مفيد لنا كمؤمنين حتى يثبت إيماننا بالقيامة. نعم. لذلك اليوم نحن نهتف إيمان ونقول المسيح قام حقا قام. والشك مثل ما قلتوا أنه هو حالة من عدم الإيمان، من عدم التصديق. يعني بطرس الرسول لما مشي على الماء خاف وشك، لذلك الرب يسوع قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. نعم. يعني بالتالي الخوف والشك بتلازموا في كثير من الأحوال.
يعني الخوف بيجلب الشك، والشك يكون من نتائجه الخوف. نحن طبعا مع يسوع ما منخاف، لأنه هو قال لأن لا تخافوا أنا معكم ما تخافوا. وبالتالي في اليوم عدة أنواع من الشك أبونا. نعم. أول شيء في الشك في وجود الله، في ناس بتشك في وجود ربنا، وفي شك في الناس وفي الأصدقاء، وفي شك بالنفس، يعني إنسان بيشك في نفسه. بدي أتكلم بشكل مختصر. نعم. الشك في الله، إنسان بيشك مش بس في وجود الله، في عدل الله، في محبة الله، في فعالية الصلاة. خذ مثل إبراهيم أبو المؤمنين، لما شك في وعود الله من جهة إنجاب النسل لجأ إلى طرق بشرية لحل هذه المشكلة، وهنا الخلل، هو لم يصبر، ما صبر. بالتالي علينا أن نصلي ونصبر وننتظر مواعيد الله. نعم. ثاني شغل الشك الموجود في الأسرة، مثل زوج يشك في زوجته، أو زوجة تشك في زوجها، يعني على صعيد العلاقات. نعم، تقيم عليه رقابة وتعمل معه تحقيق رسمي، كنت وين اليوم وليش تأخرت وابتسمت لمين اليوم. هذا هنا مصيبة يعني. والرجل بيعيش في 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 هم ونكد سبب الشك. يعني طبعا اللي بيعيش في الشك بيتعب نفسه بالشك وبيتعب غيره. صحيح. أبونا الحبيب دايما علاج الشك في هذه الناحية هو الثقة والمحبة. الثقة والمحبة، جميل. الثقة والمحبة. ثالث نقطة، الشك في الناس، إنسان بيشك في الآخرين، ربما لا سمح الله تتحول عنده إلى عقدة نفسية. نعم. أو الحكم على شخص واحد يتحول إلى حكم عمومي، يعني تعميم الخطأ. يعني أعطي مثال، مثل شخص له صديق وخانوا الصديق، بيصير يقول لك كل الناس خوانا، هنا الخلل. نعم صحيح. يجعل الحكم الفردي يتحول إلى حكم جماعي. وفي الحقيقة الشك في الأصدقاء وفي الناس بيحتاج هون إلى المواجهة والمصارحة. نعم. والنوع الرابع من الشك هو الشك في النفس. أحيانا إنسان بيشك في نفسه، ما بتكون عنده ثقة في قدراته وإمكانياته. اللي الإنسان اللي بيشك في قدراته بنقول له عليك أنه تردد مع بولس الرسول، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نعم. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وهنا اسمح لي أبونا أنه البعض من الشباب يعني بتساءل، ولا سيما الشباب، يقول لنا يا أبونا طب أنا مثل تومة ما بستطيع أن أؤمن دون أن أرى. جوابا على تساؤلات الشباب أقول للشباب ولكل شاب، أنت تؤمن أن لك روح ولكنك لا ترى روحك. هل هذا يعني أنه لا يوجد روح؟ نعم أكيد. أيضا أنت تؤمن أن لك عقل، هل أنت شفت عقلك؟ هل شفت عقلك ومع ذلك لك عقل، وبالتالي أنت تؤمن بأشياء كثيرة دون أن تراها. أكيد. نحن نؤمن بأشياء كثيرة دون أن نراها. لو أنا وإنت بدنا نمشي على مبدأ لا أؤمن إلا بما أراه، لا يمكنك أن تؤمن بالتاريخ كله، لأن أنت لم ترى التاريخ. هل أنت رأيت الإسكندر الأكبر ونابليون؟ هم موجودين ومذكورين في كتب التاريخ. نعم. أحب أن أشارككم أبائي الأشلاء بنعمة المسيح. أنا لدي تحليل روحي لكلمة إيمان، وهي مكونة من خمسة أحرف. الإيمان هو الثقة بالرب يسوع، دائما ردد يا يسوع إني أثق بك. الألف أصدق. الياء مين بدأ أصدق بحرف الياء؟ يسوع. نعم. الميم من ألف أعماق، نون أصدق يسوع من أعماق نفسي. هذا هو الإيمان أبونا. جميل هذا التحليل. أصدق يسوع من أعماق نفسي. هذا هو الإيمان، أن نثق بالرب يسوع وأن نردد يا يسوع أني أثق بك. جميل. المسيح قام، حقا قام،
وكل عام وأنتم بألف خير. تسلم أبونا على مشاركتك الرائعة وعلى إطلالاتك، دائما منحب نستضيء في هذه الإطلالات أبونا الحبيب. إحنا في الخدمة أبونا معا. بارك الله فيك، صلي لأجلنا يا أبتي. شكرا بارك الله فيك. شكرا لأبونا نادر على هذه المداخلة الجميلة. هيك أبونا نادر دائما بيعطي اللاهوت حس جميل، حس هيك منعش، بيرسم البسمة على 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 وجوه المستمعين دائما، يعني هيك لا تستطيع أن تسمع أبونا نادر بدون ما تتبسم، بفرح القلب. الله يديمه لك هنوته ويعطيه الصحة والعافية. عودة إليك يا أبتي، أين وصلنا؟ إذا حكينا أنه الإنجيل يوحنا يورد لنا ثلاث حوادث فيها يظهر القديس توما، منها بالفصل 11 آية 16 لما بيريد أنه يرجع على العزرية مشان إقامة القديس العازر، وكان مريضا وقتها، ويقول له أنه اليهود يضطهدونك لماذا تعود؟ إلا أن توما أصر، أخذ موقفا حاسما إزاء التلاميذ الذين تعرف دائما في تردد ببعض المواقف لما يكون فيه مشاكل، وبالتالي أخذ الموقف لنذهب ولنموت معه. يعني إذا هنا واصل معه إنه يمتلئ، هذا يبين أمرين، إنه يحب يسوع وأيضا يمتلئ من الشجاعة هذا الموقف. وأيضا عندنا في موقف ثاني عندما يسوع يخبر عن رحيله إلى السماء، عن موته ورحيله، فيسألوه يسوع أين الطريق، ما هي الطريق، أين الطريق لكي نتبعك، 14 يوحنا 14:1-6. فيسأل يعني يأخذ المبادرة لكي وضحنا يا يسوع أنت وين رايح، بدنا مشان نعرف الطريق ونتبعك. وهذا سؤال عميق له بعد فلسفي أيضا، يعني مش يعني ممكن يعتقد الأشخاص أنهم بيسألوا عن اللوكيشن معين. نعم صحيح بالضبط. وأكيد في الحادثة الثالثة اللي هي اللي اليوم نتحدث فيها، موضوع الفصح اللي يسوع بدخل على التلاميذ بيوحنا 20، وكانوا التلاميذ مجتمعين في العلية، وطبعا بخبروا التلاميذ من بعد ما أريد، لا أريد أن أعيد ما قال أبونا فرح، أنه بادرهم يسوع بالسلام، ومن ثم قطع الشك باليقين، قطع الشك باليقين أكيد، وخصوصا أنه كانوا الرسل نفسهم عندما ظهر يسوع للمجدلية، ظهر لبطرس، ظهر للنسوة، لم يتيقن الرسل أيضا من حدث القيامة، بعث فيهم الشك والريبة بادئ الأمر. فجاء يسوع لكي يثبتهم، وكأنه اليوم نقول عن الإلحاد المادي، الإلحاد الحسي الذي يريد أن يتيقن عن طريق الحواس الأشياء. طبعا يسوع هذا حدث وقع في التاريخ، ولا يمكن أن يتكرر دائما هذا الظهور الذي جاء أيضا استجابة من المسيح لاستغاثة التلاميذ الذين كان يعلم تمام العلم خوفهم واضطرابهم والحالة التي كانوا يمرون بها، ولذلك كان لابد أن يتيقنوا من حقيقة القيامة والتي يريدها في 11 مرة يظهر يسوع مع التلاميذ في عبر الأناجيل الأربعة بعد القيامة. نعم بعد القيامة أكد لهم حقيقته، وطلب منهم حتى ما يظلوا في حالة من الشك أنه هو خيال، طلب منهم أن يأكل بادئ الأمر، هل عندكم خبز للأكل، أعطوه خبز وسمك حتى يتيقنوا أنه فعلا هو. وبدورهم أيضا ينقلوا الخبر لتوما، وتوما أيضا لن طلب أنه أنا مش مصدق الكلام اللي أنتوا بتحكوه، يعني مثل باقي الرسل اللي ما صدقوا كلام النسوة انه هذا يان، انه انتوا شو عم تحكوا، مش معقول انه بطرس ويوحنا راحوا على القبر لقوه فاضي، ويسوع بظهر لبطرس وثبت اخوتك متى رجعت. فلذلك حقه كان انه يبلغ الحقيقة. نعم أبو. وهذا بالفعل طبعا هل رأى توما يسوع؟ هذا سؤال مهم.
هل رأى توما يسوع؟ الجواب الحقيقي أنه توما راح بشر في الأراضي المقدسة، في جنوب الأراضي المقدسة، ومن ثم ذهب إلى بلاد هندي، قبل الهند راح على فارس وبتكريت، بشر الماديين والمجوسيين وجماعات هنالك. وفي العام 52 بتوجه إلى الهند مع أحد التجار اسمه حابان سنة 52، وهناك لثلاث سنوات متتالية بيروح على منطقة في جنوب غرب الهند مالبار، ويبشر هنالك ويؤسس سبع كنائس في سبع أماكن أمكنة. ومن ثم يقال أنه وصل حسب التقليد إلى بلاد الصين، وأثناء عودته إلى مدراس وفي قرية بجانبها ميلبار، هنالك يقوم بالتبشير، ويقوم كهنة الكهان الوثنيين بطعنه بالرمح في جنبه الأيمن أيضا، ويتم سلخ جلده للرسول توما وهو حي في 18 كانون الأول عام 75، وروحه الطاهرة تفارقه في 21 كانون الأول سنة 75، يعني بعد ثلاث أيام من الآلام والعذاب التي عاشها توما. يرقد بسلام في ملبار، وفي 3 تموز 394 ينقل إلى مدينة الرها. الرها تقع في جنوب شرق تركيا حاليا، وهنالك في هذه المدينة يبنى حول قبره كنيسة أيضا موجودة إلى اليوم في مدينة الرها. طبعا الرها هنالك ارتباط أنه يدعى توما التوأم. نعم. التوأم هي الكلمة السريانية التوأم، وباليونانية ديداموس. وطبعا توما له الأخ أدى اللي يقال حسب التقليد أنه راح إلى الملك أبجر، وهنالك شفاء بناء على رسالة من الملك أبجر طلب فيها من يسوع أنه أنت اللي بتصنع المعجزات دون أدوية ودون عقاقير وتمنح الأشفياء، يا حبذا أنك أنت تيجي وتمنحني الشفاء. فيقول التاريخ أنه أرسل أدى وهو من 70 أخوه لتوما، وراح هناك ومنحه الشفاء للملك أبجر. هلأ لماذا أردت أن أقول هذه الحقائق التاريخية حول موضوع توما؟ حتى أصل أنه مؤكد أن توما الرسول قد عاين مسيح الرب القائم من بين الأموات، وأعلن إيمانه بوضوح: ربي وإلهي. نعم. لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ولمسوا أيضا يعني. طبعا لمسوا يعني، هاي كمان فيها البعد الحسي كاملا يعني متكامل. من الحقيقة أنه أيضا يرد عند نصوص الإنجيل أن النسوة لمسوا يسوع. ما الفكرة من قضية اللمس؟ هي لكي يضعنا أمام حقيقة قيامة الجسد الممجد الذي ظهر فيه السيد المسيح، خصوصا أنه عم نحكي كانوا في العلية مجتمعين، دخلوا الأبواب مغلقة، ودخل والأبواب مغلقة. أيضا هل هو حقيقة أم خيال؟ ولذلك موضوع الطعام، موضوع اللمس، موضوع النسوة لمسوا المسيح القائم من بين الأموات، أنه هنالك حقيقة تأكيدية أننا لا نبقى في خيال في وهم، وإنما المسيح حقيقة قد قام. أردت أبونا من خلال ما أوجزت من خلال هذه الشهادات، سواء الوثنية سواء اليهودية سواء المسيحية، وإذا استعرضنا تاريخ الرسل الأطهار، أنه نجد أن جميع الرسل قاموا بسفك دمائهم بطريقة أو بأخرى. بولس الرسول بقطع رأسه، بطرس الرسول بالموت بشكل على صليب معاكس. أيضا اليوم توما نسمع أنه مات في الهند بطعنة حربة وسلخ جلده. يعقوب الرسول، وهكذا جميع الرسل، مرقس، بولس، قدموا حياتهم واستشهاداتهم
هذا أريد أن أقول أن شهادة الدم لا ترد. هؤلاء الذين قدموا حياتهم تأكيد لنا نحن بأن المسيح هو ذاته قد ظهر لهم وهم عينوه، وهذا نفهم أيضا على ضوء العنصرة عندما ينطلقوا إلى الكرازة: اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وها أنا ذا معكم إلى نهاية الدهر. نعم. إذن متى 28-19 بيوجههم نحو الانطلاق في رسالتهم. هذا ما أردت أن أقول أبتي حول هل اليوم أنا كمسيحي، أنا يجب اليوم أريد أن أقول خبرة حياتية. نعم. وبالتالي أنا اليوم مش محتاج إلى كما أسلف أبونا نادر إلى المنطق والبرهان حتى أتيقن من العقيدة المسيحية. أنا لست أمام عقيدة فقط أريد أن أصدق هذه العقيدة، وإنما أنا أمام شخص المسيح. هذا يحتاج إلى موقف. وتكلمنا أن الإيمان يحمل المعنى والبعد والمبدأ في علاقتي مع الله. هذا موقف أنت يجب أن تختار في حياتك. اليوم الملحد يقف موقفا تشاؤميا يائسا سلبيا في حياته، يكتفي وإن وجد في بعض الأمور الرفاهية إلا أنه يبقى عاجزا عن البلوغ إلى الأسئلة المصيرية: ماذا بعد حياة الإنسان؟ لماذا المرض؟ هنالك أسئلة عن المستقبل، أسئلة عن الوجود، أسئلة عن الحياة، ما قيمة الحياة، ما قيمة الوجود، تبقى محدودة أبونا وتبقى ألغاز لا يجد لها إجابات، على حين أن المؤمن يجد في وجوده كاملا وفي حياته قيمة ومعنى، أنه يتكامل حتى في الألم وفي المرض، يجد هنالك بعدا وجوديا يربطه بقيمة هذه الحياة وبمعنى. اليوم نقول الصليب في حياة الإنسان، لماذا؟ لأن هنا البعد الذي أريد أن أرتبط فيه مع الله، أن الحياة قيمة، الله يريدني كما بحث الله عن بطرس، كما بحث عن بولس، كما بحث عن المرأة السامرية وقد نقول قد غلبهم بمواقف متعددة كشف لهم حقائقهم. نعم. واليوم نحن أيضا يجب أن ننطلق من تسليم ذواتنا إلى الله. لا، ليس هنالك من منطق أريد أن أقدم لك برهانا عقديا حتى تؤمن بوجود الله. هنالك في الإيمان المسيحي سبل، والكنيسة اعتمدت سبل إلى البلوغ إلى الله. لا يمكن أن يكون الكمال منقسم، لا يمكن الإنسان بحد ذاته يبحث عن سبب الوجود. نعم. عن معنى الوجود، عن معنى الوجود. الإنسان يكتشف في هذا الوجود سبب وغاية، من أوجده؟ نعم. وأنا كإنسان لا يمكن أن أقول أن أقتنع كما جاء عند القديس توما الأكويني إنه أنا كإنسان متساوي لك، كيف أنت توجدني إن لم يكن هنالك شيء أعظم من هذه الطبيعة؟ يعني الفيزياء بالطبيعة هيك بتبين يعني كيف الوجود. أبونا، لماذا الإيمان؟ لماذا نصر على هذه الوديعة أن نعطيها لأولادنا ولعيالنا؟ ليش الإيمان في مجتمع يعيش في النسبية؟ احنا بنقول كل شيء نسبي بهالحياة، الحقيقة المطلقة هي للمؤمن هي إيمانه بالإله. فإحنا لماذا الإيمان؟ لأنه هذا الدفء اللي إحنا جربناه وهذا الحب اللي إحنا عايشناه مثل ما تفضلتوا أنت وحضرتك والآباء، العلاقة الفريدة الشخصية بشخص يسوع المسيح هي اللي خلتنا نشوف هذه أنه حق مطلق يقين. هذا هو إيمان راسخ في شخص يسوع المسيح. في الحقيقة بنشوف هذا الإيمان راسخ في أيضا الأعمال، يعني بده يطلع ثمار نتيجة هذا الإيمان. لو بحكي رسالة القديس يعقوب اليوم بالقداس، إنه إذا جاك أخ محتاج ودق عليك الباب وقلت له اذهب بسلام واستمتع فيه
وروح اقضي حاجتك في بدون ما تقدم انت له هذه الحاجه، بدون ما انت تمنحه شيء مادي ملموس. فبالتالي لو قلت عن الايمان لا بحد ذاته، وانا قاعد في بيتي انا بصلي ادخل مخدعك واغلق بابك، هيك يسوع بيحكينا. لكن البعد الايماني بنشوف فيه هذا التهذيب ابونا، هذا النقاء للنفس، هذا المنظومه الصح والغلط بتهذب. بصير في المجتمع في قانون بينظم الصح والخطا، ولكن في الكنيسه في شيء اسمه الخطيه، في شيء اسمه العمل ما بليق، وعكسه عمل الصالح، عمل البر. فكيف تعتقد أبونا يستطيع الإيمان اليوم في مجتمعنا؟ يعني دقائق معدودة بقي من وقت البرنامج، بنحب نوجه رسالة للمجتمع اليوم اللي بيعيش في تناقضات كبيرة، وخصوصا زي ما تفضل أبونا نادر جيل الشباب اللي اليوم بتسألوا في كل شغلة، يعني جدلية عاملينها، بيعتبروها قضايا الإيمان قضايا جدلية. المسلم يؤمن بطريقة ما، المسيحي بطريقة ما، جوا المسيحية العقائد المسيحية في الكنائس تختلف بعضها البعض، تتفق على الجوهر ولكن في تفاصيلها هناك اختلافات، هناك انقسام كبير في الكنيسة. يعني للأسف نحكي أنه هذه حقيقة موجودة يعني. وبالتالي في ظل هذه التناقضات كلياتها، شو بنقدر نوجه رسالة لشبابنا اليوم أنه لماذا الإيمان؟ يعني نحكي شو هالجو اللي بيعطيك إياه الإيمان؟ أبتي الإيمان هو أولا أساس حياتي، موقف يختار الإنسان في حياته ليجد معنى لوجوده. وأنت تطرقت إلى النسبية التي يتحدث عنها الإلحاد، أن الأشياء نسبية، ومغالطات هذا الأمر كما وضحت الفلسفة أيضا. نعم. أن النسبية ما أراه أنا صواب أنت تراه خطأ. نعم. وهنا تختلط القيم، تضيع القيم الأخلاقية، تضيع القيم الواجب، قيم المحبة، لأنه ما أراه أنا صح أنت قد تراه خطأ. ولذلك الإيمان يضع لنا إطارا كاملا لكي قد لنجيز التعبير بمثابة نظام قانون يوحد الجميع على اتفاق حول القيم. ما هو صح بالنسبة لي هو لك أيضا. بدون نظام كل مؤسسة فاشلة، المؤسسة اللي ما بتفعل فيها القانون والنظام هي بيكون ديكتاتورية، هي في النهاية تقود إلى الفوضى، تقود يعني مهما استمر الأعضاء هذه المؤسسة مع علاقتهم في بعضهم البعض، إذ لم تكن قائمة على قانون ينظم ويضع حدود، هنا تتغول السلطات وتتداخل على بعضها فتخنق هذا رأس الهرم الدكتاتور. وتاليا يجب أن نفعل القانون في حياتنا، في كل مؤسساتنا، لجعل هذا النظام يكون انسيابيا، يكون هذا النظام قائم على الحقائق. والإيمان ليس بعيدا عن هذه التنظيم وعن هذه القوانين. وكل الديانات حتى الوثنية قائمة على نظام، قائمة على قانون، في صلاحيات لكل شخص مهما تعددت المناصب، مهما اختلفت. يعني بنشوف احنا بالعهد القديم الكهنوت كيف كانوا مرتبين اللاويين، كيف كان الكتاب المقدس اكثر كتاب بالعالم بحكي عن القانون، ولا في كتاب فلسفي ولا في كتاب بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية ولا في اي جامعة بالعالم بيحكي قانون أكثر من الكتاب المقدس، والتفاصيل دقيقة. ارجع على العهد القديم شوف سفر الخروج مثلا، شوف كيف لما بيحكوا عن الهيكل والتفاصيل بالأرقام بالسانتي بالملي بالماتيريال تاع الخشب اللي جابوه من آخر الدنيا، جابوه من جبال لبنان من أرزها، شوف كيف نقلوه، كيف كله. مش هذا نظام؟ مش يعني اليوم لما بنشوف الآثار بنشوف بترا وبنشوف الأهرامات وبنشوف، بتصدق إنها تمت بدون نظام؟ ولا يمكن. كيف الإنجاز لا يأتي أبونا بدون قانون بدون نظام؟ وإلا تغولت السلطات وندخل في مفهوم طاعة الحق وحق الطاعة، وتفوت الأمور كلها تتداخل في بعضها البعض. كلمة أخيرة يا أبونا، شو بتحب تحكي لنا؟ إذن أبونا أنت سألتني حول الشباب اليوم، اليوم هو أكثر ما يحتاج إلى الإيمان. الإيمان يحميك أيها الشاب من ضياع النسبية، يحميك من اليأس، يحميك من الفراغ، يحميك من الضياع، يحميك الإيمان من الاغتراب. للإيمان مفاعيل قوية في حياة المؤمن، وكما من كان له إيمان بمقدار حبة الخردل فقلتم لهذا الجبل انتقل فينتقل. هذا عظمة ومفعول الإيمان في حياتنا، وخصوصا أنه اليوم إحنا مع
القائم من بين الأموات المسيح الإله الذي أكد لنا حقيقة ألوهته، حقيقة وجوده، حقيقة أنه الأصل لكل شيء. أحث الشباب اليوم إلى العودة إلى الكنيسة، هي المعلم التي أخذت من الرسل التعليم الحقيقي، وحتى ترافق الإنسان إلى بر الأمان. ومن خلال الكنيسة اليوم نحن كجماعة لا نستطيع إلا أن نكون في الكنيسة، فخارج الكنيسة الأمر شتانة، كما يصفها بولس الرسول بالجمرات، إذا ابتعدت جمرة عن باقي الجمرات سوف تنطفئ. فلذلك أحث أبناء الشباب إلى العودة إلى الكنيسة وملازمة الصلاة، سواء الفردية في البيت أم الجماعية مع الكنيسة التي تحتفل في كل يوم أحد بفصح الرب لكي نجتمع. وقلت ماذا يفيدنا الإيمان؟ هو العلاقة، الحب التي نكتشفها من خلال علاقتنا مع الله لكي نجسدها مع بعضنا البعض. فإن لم تكن هنالك محبة فهذا هو دليل على الإيمان المزيف والدين الباطل. وأما إيماننا المسيح الحقيقي فيجب أن يتحلى الأشخاص بمحبة وارتباط حقيقي، وإلا هنالك بعد حقيقي عن الجوهر الصحيح للإيمان. نعم صحيح. كما نشكر الأخوة اللي رافقونا بتعليقاتهم، الأخت أمل سلمان والأخت سعاد ميشيل، وكل اللي شاهدنا أيضا على فيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا اليوم أبونا بوجود حضرتك كانت حلقة غنية وفيها زخم وكم المعلومات التاريخية والمعلوماتية بالأرقام، يعني ما شاء الله عليك أبونا، يعني أتحفتنا بالحقيقة يعني، وأغنيت الحلقة بهذا العلم اللي عند حضرتك وهذا الخبرة والباع الطويل في إدارة المدارس وفي التعليم بشكل خاص. وفعلا يعني اليوم أعطيتنا محاضرة قيمة يعني، وليست هي لقاء تلفزيوني عابر مثل باقي اللقاءات اللي نتناقش فيها، لا اليوم كان في زخم علمي لاهوتي بالحلقة. شكرا. وهذا بترجم مثل ما حكيت أنا الخبرة الطويلة لحضرتك فوق 25 سنة في التعليم، وأكثر يمكن من 25 سنة صحيح. في مجال التعليم كمعلم التربية المسيحية ومن ثم مدير مدارس أكثر من دورة في مدارس الروم الكاثوليك. شكرا كثير أبونا على هذا الاستضافة الطيب اليوم حقيقة، شكرا لوقتك وجهدك يا حبيبي. أشكر المشاهدين والمستمعين، وأيضا أشكر السيدة باسمة سمعان على استضافتنا اليوم، ونتمنى عودتها بالخير والسلامة. وكما أشكرك حضرة أبونا جورج شريحة المتألق دائما بمحبتك، بطيبتك، بكلمتك الحلوة الدافئة، ببعد النظر الذي تتمتع فيه أبونا. وأيضا أريد أن أشكر فريق العمل، فريق عمل نورسات، وأتمنى لكم الازدهار والتقدم، كما أتمنى لبلدي الأردن الحبيب دوام الازدهار والعمران بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني، أن يرعاه الله ويوفقه دائما في سبل نجاح الأردن واستمراره بالعطاء ويتمم عليه الصحة والعافية. في الحقيقة قبل ما أنهي كمان، قداسة البابا مهتم بكثير باللي بيجري بأوكرانيا، فالشهر يومين الصلاة تقدم على نية السلام بأوكرانيا، وكذلك في نهاية حلقتنا كمان بنقدم الصلاة على نية أبونا جمال خضر المطران المعين في الأردن لكنيسة اللاتين، أن نرافقه بالصلاة لأجل عودته سالما بعد رسامته في الأراضي المقدسة في فلسطين وعودته من بيت لحم إلى عمان إن شاء الله قريب. أعزائي المشاهدين، سلام المسيح معكم، ونترككم الآن ونعود لاستديوهاتنا في بيروت. سلام المسيح معكم، صباحكم نور، إلى اللقاء. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور سا
تترنم صلوات ليل مير محبة وخير. Sati